مساكم الله بالخير مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم مجتمع واعي. مساك الله بخير قيم. يا هلا وسهلا فيك بسام، وأكيد نمسي بالخير على مشاهدينا. نجاحات متواصلة حققتها مملكة البحرين بفضل تنفيذ الخطط الوطنية المتكاملة للتعامل مع فيروس كورونا والجهود المتواصلة للكوادر الطبية ومختلف الوزارات والجهات المعنية والوعي الكبير لأبناء مملكة البحرين اللي قدموا الكثير لأجل حبهم وتفانيهم لوطنهم ومجتمعهم. بالفعل رقية، وعلى مر الأزمان يسجل أبناء البحرين في صفحات التاريخ أروع الأمثلة في الولاء وحب الوطن والتكاتف كذلك، وهالشيء شفناه في تسابق الجميع في الإسهام ودعم الجهود الوطنية من خلال المبادرة الرائعة اللي أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة، واللي هي حملة في النخير اللي جسدت أحد المواقف العظيمة لأبناء البحرين في تعاضدهم وتكاتفهم لمواجهة التحديات. مشاهدين الكرام، نبتدي معاكم حلقتنا اليوم بأبرز الأخبار، لكن بعد هالفاصل. نبتدي معكم مشاهدينا في جولة لأهم الأخبار اليوم، حيث أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى تواصل العمل بعزم للتصدي لفيروس كورونا، ونوه سموه بأن الجهود الوطنية اللي يبذلها كافة أعضاء فريق البحرين من كل موقع هدفها الأساسي حفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. وخلال ترأس سموه اجتماع لجنة تنسيقية عن بعد بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء اللجنة، وبناء على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، فقد تقرر إعادة فتح عدد قطاعات تدريجيا مع مراعاة عوامل محددة يتم بناء عليها تقييم الوضع بين الفتح أو إعادة الإغلاق. Thank you.
وفي خبر آخر، أعلن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حمدان عن قيام الهيئة العامة للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باستكمال كل الإجراءات الإدارية لتحويل 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في منشآت القطاع الخاص الأكثر تأثراً بسبب جائحة كورونا إلى الحسابات المصرفية لتلك المنشآت. ويبلغ عدد المستفيدين 11120 شركة ومؤسسة في القطاع الخاص، وذلك تمهيداً لقيام هذه الشركات والمؤسسات بصرف الرواتب المشمولة بالدعم الحكومي ل 60416 بحريني مستحق، على أن تكون الرواتب كاملة بموجب عقد العمل المبرم بين الطرفين. وأكد سعادة الوزير أن دعم رواتب المواطنين بالقطاع الخاص في المرحلة الثانية اشترط فيه أن تكون من المنشآت الأكثر تأثراً، وأن يكون قد تأثرت أعمالها ومواردها بتداعيات جائحة كورونا، بحيث توقف العمل فيها كلياً أو جزئياً، مما أثر على قدرتها على الوفاء بأجور العاملين لديها، وأن تلتزم المنشأة بالمحافظة على العمالة الوطنية خلال العام 2020، إضافة إلى التزامها بدفع النسبة المتبقية من رواتب البحرينيين العاملين لديها كاملة بدون أي خصم وفي المواعيد المقررة لصرف الرواتب. أكدت سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة قوة ومتانة المنظومة الصحية لمملكة البحرين واهتمام قيادتنا الله يحفظها ويرعاها في القطاع الصحي، انعكست على استمرارية تقديم الخدمات الصحية بجودتها العالية وعدم تأثرها رغم الظروف الاستثنائية اللي فرضها انتشار فيروس كورونا. صحيح رقية، وأنا شخصيا سعت بإجراء هذه المقابلة الخاصة لبرنامج مجتمع واعي مع سعادة وزيرة الصحة. نتابع المقابلة وراجعين لاستكمال باقي فقرات البرنامج. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة، نطل عليكم من مقر وزارة الصحة في العاصمة المنامة مع هذه المقابلة الخاصة والحصرية لبرنامج مجتمع واعي، نستضيف من خلالها سعادة الوزيرة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة للحديث حول الخدمات الصحية في مملكة البحرين ومستجدات مواجهة فيروس كورونا. وأهلا بك يا سعادة الوزيرة وشكرا على قبول الدعوة. أهلا وسهلا فيكم وأشكركم على هذه الاستضافة الكريمة، شكرا لكم. كيف استطاعت وزارة الصحة أن توازن ما بين تقديم الخطط الاستباقية لمواجهة فيروس كورونا خلال الفترة السابقة ولازلتم بالطبع، والموازنة ما بين ذلك واستمرار تقديم الخدمات الصحية بجودتها المعهودة بجودتها العالية؟ طبعاً بداية أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لوجود إحنا طبعاً النظام الصحي هذا بتوجيهات من سيدي جلالة الملك وسيدي سمو رئيس الوزراء وسيدي سمو ولي العهد الذين وضعونا على منظومة صحية قوية في مملكة البحرين برغم هذه الجائحة. والحمد لله طبعا هذه الجائحة عندما وصلت إلى مملكة البحرين اكتشفنا بقوة ومتانة النظام الصحي في مملكة البحرين، خاصة أن بين هذا الوباء وبين الخدمات الصحية المعتادة التي تقدم للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، اهتمام المملكة في جميع قطاعاتها العامة والخاصة بالخدمات الصحية
أثبتت فعلا جدارتها. فنحن أن لو تكلمنا عن الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة لم تتأثر بتأثير على صحة المواطنين برغم هذه الجائحة، وخاصة أن تعلمنا أو بالأحرى أن استطعنا أن نبتكر ونبحث لأساليب جديدة وحديثة على استمرارية تقديم الخدمات اللي موجودة بجودتها واستمراريتها بدون أن يشعر المواطن الغير من غير الكوفيد أنه هو يكون له تأثير عليه. فعلى سبيل المثال بدأنا في المراكز الصحية من خلال برنامج التطبيب عن بعد حتى نتفادى ازدحام المراكز الصحية، من خلال الاستشارات الطبية التي تقدم المواطنين والمقيمين بحيث أن شعروا بالارتياح حتى لا يكون هناك تزاحم في المراكز الصحية. فهذا الجانب أيضا في المستشفيات أيضا هناك الاستشارات الطبية عن بعد، هذه الخدمة التي تقدم حازت على ارتياح وإعجاب جميع المواطنين من خلال ذي الخدمة. فبالتأكيد يعني شعروا أنهم مستمرة يعني الخدمات اللي تقدم لهم بدون أي تأثير. أيضا من الخدمات اللي قدمناها في خلال هذه الفترة هي خدمة توصيل الأدوية إلى المنازل، فهذه الخدمة أيضا ساهمت في تسهيل للمواطنين، فإنهم ما في داعي يروحوا إلى المركز أو المستشفى للحصول على الدواء فيوصل الدواء إلى منزلهم. هي كلها أمور بدأناها لتفادي الازدحام أو التباعد الاجتماعي. فبالإضافة أن طبقنا يمكن لأول مرة تطبقها في البحرين الروبوتات اللي استخدمناها في مناطق العزل، وقد نستخدمها باستمرار ليس فقط فترة الوباء، لأن شفنا فاعليتها أن هي تقدم خدمة في داخل المستشفيات من خلال توزيع الأكل أو توزيع الأدوية. فهذه كلها أشياء يعني يمكن استمرارية، ووازننا ما بين الخدمات اللي تقدم في الكوفيد وما بين الخدمات العادية التي تقدم، والحمد لله نجحنا في هذا المجال. سعادة الوزيرة، يعني أيضا فيما يتعلق بتقديم الرعاية الصحية خلال مواجهة هذا الفيروس، فالتوجيهات الملكية واضحة في هذا الشأن بتقديم الرعاية الصحية بالمجان للمواطنين والمقيمين على حد سواء. الكوادر الطبية أيضا تقدم تضحياتها بشكل مستمر ولا تزال في الخطوط الأمامية تواجه هذا الفيروس. كيف تقيمين تعامل الفريق الطبي لهذا الفيروس، وكذلك أيضا خلال هذه المرحلة كيف تقيمين هذه المرحلة بالذات؟ طبعا أولا الفريق الوطني يعني يمكن إحنا من أوائل الدول اللي بدأنا في تشكيل هذا الفريق بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء في إنشاء هذا الفريق حتى قبل أن تصلنا أول حالة في البحرين. فهذا دليل على الرؤية الثاقبة لمواجهة هذا الوباء في حال حدوثه من ذاك الوقت. إحنا نتكلم من شهر فبراير وحتى قبلها في شهر يناير عندما طلب منا تقديم تقرير إلى مجلس الوزراء الموقر عن ما هي خططنا واحترازاتنا، مع أن في شهر يناير هي بدايات يعني في دولة ما وليس انتشارة في العالم، لكن بدأنا التفكير فعلا في كيفية وضع خططنا واحترازاتنا لو حصل عندنا هذا الوباء. وفي شهر فبراير بدأنا فعلا بتشكيل هذا الفريق، الفريق الوطني. طبعا هناك الفريق الطبي الوطني الطبي ايضا برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبد الله الذين يعني يبذلون كل جهد، يعني نستطيع ان نقول 24 ساعة
طوال الوقت، هم يعملون بكل كفاءة واقتدار ووضع كل الإجراءات والاحترازات والبروتوكولات اللي تساهم وتساعد على نجاح العمل. وفعلا هذا ما أثبتت الأيام بعملهم الدؤوب في تحسين الخدمات التي تقدم إلى المرضى، سواء كانوا في العزل أو في الحجر. وهذا ما يعني لاحظنا ولاحظت كثير من الدول والمنظمات الأممية. نعم، بالحديث عن المنظمات الأممية، يعني أين وصل تعاون مملكة البحرين مع منظمة الصحة العالمية، وكذلك أيضا أين وصلنا بالتعاون مع بقية الدول الأخرى؟ طبعا هناك بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية، مملكة البحرين تعتبر من أول دول في منطقة الإقليم، قام وفد من منظمة بزيارة المملكة واطلع على الإجراءات منذ بداياتها. والمنظمة باستمرار هناك تواصل أيضا مع المنظمة، نستطيع أن نقول يمكن بشكل يومي في متابعة كافة الإجراءات والحصول أيضا على المعلومات وتبادلها ما بيننا وبين منظمة الصحة العالمية. ويعقد تقريبا أسبوعيا اجتماع مع المنظمة للتشاور وفي كافة الإجراءات، سواء كانت في إجراءات الاحترازية أو في إيجاد العلاجات اللازمة أو في كل الأمور. وأيضا قدمت مملكة البحرين بناء على طلب من منظمة الصحة العالمية أن تعرض تجربتها المتميزة، وقدم هذا العرض في عادة يوم الخميس يقدم هذا العرض كل أسبوع لدول، واختاروا دولة البحرين من أفضل الدول لتقدم تجربتها أمام دول العالم جميعا للاستفادة والأخذ بما قامت بمملكة البحرين. طبعا هذا الشيء مفخرة لنا. لو جئنا من الجانب الآخر، أيضا في مجال التعاون والتنسيق المستمر مع أخواننا وأخواتنا في دول مجلس التعاون، هناك أيضا اجتماعات مستمرة، وفي فريق أيضا من الوكلاء يجتمعون للتشاور وتبادل الخبرات والتجارب ما بين بعضهم البعض. وأيضا بالنسبة إلى اتصالات مستمرة بشكل فردي شخصي ما بيني وبين زملائي وزراء الصحة في دول مجلس التعاون لتبادل أيضا والتشاور أيضا في كافة المجالات. فعلى جميع المستويات، سواء منظمات صحة عالمية أو دول مجلس التعاون والمكتب الإقليمي، وأيضا تواصلنا مع أخواننا وزملائنا في دول العربية للاستفادة من تجاربهم، وهم أيضا يستفيدون يتصلون فينا استفادة من تجربتنا. هذا على المستوى والمستوى الثنائي. أيضا على سبيل المثال، هناك اتصالات مستمرة وتعاون مع دول صديقة من دول أوروبية لي أيضا الاستفادة. وصلوا لدينا خبراء أيضا من هذه الدول لاطلاع على تجربتنا أو للتشاور معهم في الخدمات التي نقدمها. سعادة الوزيرة، لعل يعني الأسئلة أكثر شيوعا وتداولا هذه الأيام لدى الناس، هو في أي مرحلة بالذات نتوقع أن يتم تخفيف الإجراءات الاحترازية بشكل الكامل، ومن ثم الإعلان عن استئناف يعني وعودة الحياة بشكلها الطبيعي؟ طبعا احنا يمكن مملكة البحرين من بدايتها أخذت خطوات مدروسة وممنهجة نستطيع أن نقول الانفتاح التدريجي بالنسبة لكافة الأنشطة. لم نعمل بقية يمكن في بعض الدول كان هناك الحظر والأمور هذه، احنا بدأنا ان احنا ناخذها خطوة بخطوة، وخاصة أن كل خطوة يتم أخذها أو كل إجراء يكون هناك دراسات طبية معمقة وخطط، وننظر ما كان يعني قبل أسبوعين وما راح يكون بعد أسبوعين وإحنا في هذا اليوم. فعلى هذا الأساس يتم يعني اتخاذ إجراءات أولاً الاحترازية ووضع الشروط ووضع المعايير، بحيث إن إحنا اللي يهمنا أكثر شيء هو سلامة هذا المجتمع. وفعلاً
لاحظنا أن الآن في انخفاض في عدد المصابين وهناك ارتفاع في عدد المتعافين، لأن بالإجراءات هذه فبدأنا بخطوة بخطوة إلى أن احنا كل مرة، وحاليا في تاريخ 6 أيضا أغسطس من هذا العام راح يكون بقى أيضا في مجالات أخرى راح من القطاعات اللي يتم فتحها، كلها تكون بشكل مدروس بحيث أنه يهمنا وأيضا تقيم هذه، نقيم هذا الانفتاح حتى نرى إذا كان في جوانب، ما هي جوانب السلبية وما هي الإيجابية، ويعاد النظر في كافة هذه الأمور. فالحمد لله أن احنا ماشيين يعني بخطط مناسبة وملائمة، وإن شاء الله نستمر ونتمنى أن يأتي يعني يمكن حال أي واحد في البحرين أن ترجع الحياة الطبيعية كما كانت بكل مكوناتها إن شاء الله في أقرب فرصة ممكن. لا شك يعني في مواجهة هذه الجائحة كان يعني ويبقى المواطن والمقيم في مملكة البحرين هو شريك أساسي في مسألة التوعية ومواجهة هذه الجائحة، لكن على المستوى يعني الصحي كيف استفدنا احنا في مملكة البحرين من تجاربنا الصحية ومن تراكم الخبرات يعني الصحية والطبية كذلك بشكل عام يعني في مواجهة هذه الجائحة؟ احنا يمكن اشرت الى ان اهم شيء في اي نظام صحي متانته وقوته في مواجهة اي ازمة كانت، اي ازمة كانت. واحنا طبعا مملكة البحرين حالنا حال اي دولة في الدول العالم، لم نكن نتوقع ان ياتينا وباء، يعني كان الى ديسمبر 2019 لم يخطر على بال احد انه يكون عندنا في 2020 يصلنا هذا الوباء. فتعلمنا الكثير، تعلمنا يعني الجميع سواء كان على المستوى الطبي وايضا المجتمعي، المجتمع أيضا تعلم الكثير وتغيرت السلوكيات المجتمعية، سلوكيات في الاحتراز واتباع الإرشادات الصحية من حيث النظافة، من حيث المخالطة، كثير من السلوكيات اللي كان احنا متعودين عليها كمجتمع بحريني ومجتمع عربي بدأ نرى أن قد نتنازل عنها لسبيل الصحة. يعني على سبيل المثال خاصة مع كبار السن، العناق والحب، يعني هذا شعور لكل مواطن تجاه أهله، لكن في هذا المجال يعني أو هذا الوباء هذه بيّن أن المحبة هي من القلوب وليست بالتقارب الجسدي. فهاي يعني يمكن هاي الأشياء اللي احنا تعلمنا منها. أيضا تعلمنا في كيفية في منظومة الصحية كيفية تسيير يعني كافة الأمور بحيث تكون سلسة، بحيث أن كل مواطن أو مقيم يتلقى أفضل وأجود أنواع الخدمات. والحمد لله استطعنا أن في مملكة البحرين أن يكون هناك رضا عام وشامل حول الخدمات اللي قدمت خاصة للي كانوا في مراكز العزل والحجر. يعني نعم سعادة الوزيرة، يعني فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية أيضا يعني في المناسبات عادة يعني تولد نوع من الاندفاع لدى يعني الشخص في أنه يعني استمر بعاداته وتقاليدنا فيما يتعلق بالتجمعات والزيارات العائلية. الآن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يعني ما هي الكلمة اللي حابين توجهونها سعادة الوزيرة فيما يتعلق بالالتزام بالإجراءات؟ نعم. احنا طبعا يعني يهمنا في الأول والأخير هو سلامة الجميع والالتزام بالاشتراطات والمحاذير اللي يتم من خلال برنامجكم يعني الموقر. يعني انتم برنامجكم ايضا تقدمون الكثير من التوجيهات والمحاذير الى الناس في مثل هذه المناسبات الاعياد. نستطيع ان نقول ان مع الاسف في شهر رمضان الماضي وعيد الفطر المبارك الماضي
يعني لم يعني الناس ما أخذت الموضوع بجدية، بحيث أنه رجعوا إلى التجمعات، وأدى هذا طبعا إلى زيادة الحالات المصابين. أعتقد الآن مع عيد الأضحى يفترض أن الناس تعلمت هذا الدرس، لأن ما أعتقد أن في شخص يرضى بأنه يصاب أو يصاب أحد من أهله نتيجة خطأ قام به في عدم يعني في قضية التجمعات. فإحنا نأكد دائما وباستمرار على الالتزام. إذا لا يلتزم يعني المجتمع، فبقدر يعني ما يقوم به الكادر الطبي والكادر التمريضي كل العاملين لن يستطيعون يؤدوا دورهم بدون تعاون الجميع والتزامهم. هذا راح يخفف على الجميع، يخفف على المجتمع من جانب، ويخفف العبء على الكوادر التي تعمل ليل نهار. يعني لا تتصور بأن الكوادر يعني فرحتهم لما يشوفوا يوم أن عدد المصابين قل، فهي بالنسبة لهم إنجاز. فإحنا حتى نسعدهم أن يعني نتمنى أن تقل هذه الأعداد، فنشعر فعلا أن هناك في التزام. ونؤكد يمكن للعديد من المرات في قضية الالتزام، خاصة الآن في موسم الآن العيد الأضحى المبارك، الفرحة بالعيد مطلوبة يمكن في الأسرة الصغيرة، ولكن لازم نغير عاداتنا، لازم نغير أسلوبنا وسلوكنا في التعامل. وإن شاء الله الأعياد القادمة جاية، يعني مو آخر عيد هذا، الأعياد جاية، فإن شاء الله تكون التجمعات ترجع كما كانت كطبيعتها. فهي يحتاج إلى طولة بال وصبر من الجميع، ويتعاونون معنا في هذا الجانب إن شاء الله. بالتأكيد يعني نتمنى طبعا السلامة للجميع. الآن يعني قبل أن نختم هذا اللقاء، يعني سعادة الوزيرة، هل يعني هناك كلمة حابة أنك يعني توجهينها إلى الكوادر الطبية الذين يعملون حاليا في الخطوط الأمامية لمواجهة هذا الفيروس؟ طبعا أولا شكر، يعني يعجز الكلام عن الشكر إلى كل الكوادر الطبية في الصفوف الأمامية والتمريضية وكل العاملين، وأيضا المتطوعين الذين يعني يبذلون كل جهد في هو صح كواجب، ولكن أيضا يعني التعب اللي احنا نشوفه ونشعر فيه، وعملهم كواجب ضروري أن يقدر من قبل المجتمع. ولهذا السبب أن احنا نقول ضروري أخذ الاحتياطات والاحترازات بالنسبة للمجتمع، لأن هذا هو اللي راح يخدم ويساعد هذه الكوادر الطبية. وإحنا أيضا يعني يسعدنا يعني يوم إطلاق صاحب السمو الملك الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر اليوم الطبيب، وأيضا جائزة لسموه. هذا تقدير إلى كل الكوادر الطبية الذين فعلا يعملون ليل ونهار بروح إيجابية، وأتمنى لهم يعني الصحة والعافية، ويهمونا أيضا أن تكون صحتهم تهمنا. ونتمنى للجميع بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك نهنئهم ونهنئ قيادتنا الرشيدة، ونتمنى أن نحتفل جميعا بعيد الانتهاء من هذا الوباء، وإن شاء الله يعني وكوادرنا يعني أثبتوا فعلا جدارتهم يعني بشهادات الجميع وشهادات منظمات دولية. والحمد لله نحن فخورين بكوادرنا اللي موجودة في البحرين وما يقومون به. نعم سعادة الوزيرة، لا شك يعني جهودكم مقدرة وهي محل تقدير واعتزاز من الجميع. فختام هذا اللقاء يعني نشكرك مرة أخرى على يعني قبول هذه الدعوة سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة، شكرا على هذه الفرصة. أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة، شكرا لكم.
قصة انتشار كورونا وشلون نقدر نسيطر عليه. باختصر لكم الإجابة في كلمات: المجتمع أربع فئات A و B و C و D. A هم أول حاملي العدوى، عملية البحث عنهم سهلة وذات جدوى، أغلبهم تماثل للشفاء. لكن A مع C أصدقاء أو بينهم قرابة أو يمكن زملاء، العدوى لهم تنتقل، بس ممكن نستغل معرفة A فيهم ونوصل لهم ويتم عزلهم وملاحظتهم. لكن A قبل لا يلقى C تصادف مع B، وهو شخص ما يعرفه لقاه في مكان عام وما في أي شيء هام يجمعهم. وهني تصير صعوبة الوصول لهذه الفئة، لأن ما حد يعرفهم ولا هم يدرون أصلاً عن إصابتهم. أما دي فهو شخص في البيت قاعد، ما له شغل في أحد وعن الكل متباعد، لكن يوم قرر يطلع تحول وما قدر مثل أول يرجع، لأن في طلعته التقى بالصدفة مع شخص غريب ما يعرفه هو بي، فصادته العدوى وتحول من دي إلى بي آخر. وهني ما نقدر نكتشف بي إلا من خلال البقاء في البيت والتباعد الاجتماعي، وبتبدأ تطلع على بي أعراض العدوى، وبهذه الطريقة بنقدر نوصل حق بي ونعزلهم ونعالجهم ونقلل من نسبة العدوى في المجتمع. وأكيد نسبة تسجيل حالات جديدة راح تقل إذا كل فرد التزم بالإجراءات الصحية والتعليمات الوقائية اللي حددتها الجهات المختصة، بالإضافة إلى تحميل تطبيق مجتمع واعي اللي يسهل من طريقة تتبع المخالطين ومعرفتهم علشان يتم القضاء بإذن الله على فيروس كورونا. التزامك يصنع الفارق. يا أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد. وقعت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية مذكرة تفاهم مع محلات مطر للمجوهرات، تم من خلالها إصدار مجموعة خاصة خصص ريعها بالكامل للرعاية التعليمية لصالح أبناء المؤسسة. المجموعة الجديدة الخاصة بهذه المساهمة تم إطلاقها إيمانا بأهمية بناء العقول وإثراء العلم وتعاون المجتمع البحريني من أجل نشر الخير في مملكة الخير. الشراكة المجتمعية بسام يعني مو غريبة على أهل البحرين اللي لطالما كانوا سباقين في مساعدة القريب، فيعني ما بالنا بالقريب. وأكيد طبعا حتى اسم المجموعة الجديدة من خير البحرين لأهل البحرين أيضا يعني يعتبر اسم حلو ورائع ويعبر عن كل المشاعر الصادقة لهذا التعاون ولهذه الشراكة المجتمعية. بالتأكيد يعني منتجات بحرينية تساعد أبناء المؤسسة على رفع اسم المملكة في القطاع التعليمي والانطلاق إلى أبعد أفق من خلال الدعم المتواصل من قبل التجار البحرينيين. مشاهدينا زميلتنا شوق العثمان كانت حاضرة هذه الانطلاقة وعدت لنا هذا التقرير، نتابع. منتج بحريني 100% صمم ونفذ من قبل الشباب ويخصص ريعه بالكامل إلى أبناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ضمن الرعاية التعليمية، ما يؤكد تضامن وتشارك المجتمع لإعلاء اسم وعلم مملكة البحرين في مختلف المجالات وتطوير العنصر البشري باعتباره أهم عنصر في التنمية المستدامة. في البداية يجب أن أشكر سيدي جلالة الملك لزرع الخير في البحرين بكرمه، بتشجيعه على خلق بيئة جميلة يساهم فيها كل شخص لخدمة هالوطن العزيز. أشكر سمو الشيخ ناصر لقيادة العمل الإنساني، وما نرى اليوم من كرم من عائلة بن مطر وأخي أستاذ إبراهيم بن مطر بطلال يدل على عمق العراقة والعادات والأصالة والطيب البحرين، وهاي يمكن أول مرة في المؤسسات الاقتصادية إن مؤسسة تجارية تشارك الأيتام في خط إنتاجي لصالح الأيتام.
عمل إنساني وطريقة مبتكرة تهدف إلى تقديم العون والمساهمة في خلق جيل متعلم بأعلى معايير الجودة وضمن أكثر المؤسسات التعليمية شهرة وخبرة. الفكرة كانت أن إحنا نصمم وننتج هالكولكشن من المجوهرات، وأن يكون في أفكار لها علاقة بالبحرين وبمشاريع المؤسسة. يعني سبحان الله، من بدت الفكرة إلى ما اليوم طلعناها ورويناها للناس، الحمد لله كانت المرحلة، يعني كل مرحلة كانت أسهل من الثانية. توفيق من الله لأنه عامل خير، يعني فالحمد لله كل شيء صار بسهولة. شراكة مجتمعية تؤدي إلى إحداث تأثير إيجابي يعمل على تحقيق النتائج المرجوة، ويؤكد تماسك المجتمع البحريني. عمل يقدمه الإنسان في سبيل مساعدة الآخر لجلب السعادة له وتعزيز ثقافة العطاء دون مقابل. مملكة البحرين هذا ما يميزها، ويتجلى ذلك بالعمل قبل الكلام. شوقي العثمان، لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين. اسم المجموعة من خير البحرين، فلأنه هو تعاون بين مؤسسة إنسانية ومؤسسة تجارية، فكنا نبي نربط العلاقة مع بعض ونشوف شلون نقدر نبرز خيرات البحرين. فالفكرة كانت إن لأن إحنا اللولو هو من أهم يمكن من خيرات البحرين، لأن البحر أو بحر البحرين ينتج لآلة نادرة أكثر من أي مكان في العالم، فقلنا إن إحنا نبي نربط حتى الألوان في هاي الموضوع. فإذا تلاحظون إن المجموعة فيها أربعة ألوان، الأزرق طبعاً يمثل البحر ووفرة البحر، والأخضر يمثل الزراعة، الأسود يمثل تراثنا، والأحمر يمثل خيرات أو أرض البحرين وخير أرض البحرين. فكانت فكرة المجموعة أن فيها أربعة أشكال وأربعة ألوان، وكل شكل يمثل شيء. ففي شكل يمثل القوة، وشكل يمثل التعاون، شكل يمثل الترابط. ففي المجموعة فيها خمسة تصاميم. التصميم الأول هما العقد، السلاسل، النكلسز، والثاني هي الأساور، فيها بروشات وخواتم، وفيها التراتشي أو الحلق. فكانت فكرة المجموعة أن نبيها تكون سهلة حق كل أعمار وكل الأذواق الناس، يعني فما كنا ما نبي نركز على عمر أو ذوق معين، إن هي تكون سهلة حق كل الأعمار والأذواق إن يشترونها ويساهمون في ريع المشروع. هاي هي مجموعتنا، وريعها بيكون حق المشاريع التعليمية اللي تحت المؤسسة الملكية. بين الأمس واليوم الناس تعيش حالات شعورية مختلفة تجاه فيروس كورونا كوفيد-19، بين الشك واليقين، بين الاستهتار والهلع، بين الخوف والرجاء. يا ترى اليوم وبعد مرور قرابة الأربعة أشهر وين وصلنا؟ أخاف أن أفقد بعد أحد عزيز علي، وكانت صادمة لي يوم وصل حق كل من وضك الخليج، يعني فما كنت مستوعب الشيء. والله أول شيء يعني ما كنت إنه يعني متوقع إنه لهالدرجة بتوصل هاي المرحلة. وباء عالمي يعني ما حد قرر يتخلص منه بسهولة. خليني أقول لك إن الأصعب الفترة دي إن الواحد ممكن يبقى السبب في إنه هو يفقد عزيز. فالحين أنت احسب حساب إنه مو موجودين لا ممرضين ولا هذا، شو تسوي أنت في حالك؟ يعني لو ما الأطباء ما يمكن إحنا عرفنا وش ده المرض مع أحد. في ناس ما تروح بيوتها لمدة يومين ثلاثة، ليالي وأيام ما يدري عن أهله ولا يدرون عن أولادهم حتى، يعني ورا الكواليس ما حد قاعد يشوف. هذين الأشخاص اللي واقفين بالصف الأمامية اللي قاعدين يضحون بحياتهم من أجل حياة الآخرين، يعني إلى الشكر والامتنان، وإلى يعني نخليهم على الرأس هذين. مهما قلنا ومهما تكلمنا مش هنوفيهم حقهم. طاقم الطبي أنا أحبكم واجد. الوقاية من هذا المرض هي مسؤولية اجتماعية،
لو الواحد يحط نفسه في ان الشخص اللي ممكن يتعرض للمرض ممكن يفقد حياته وانسان عزيز عليه، والده، والدته، اخوه اذا كان عنده بعض الامراض نفس امراض السكري او الربو، الطفل الصغير، لو فكر ان هذا الشخص هو كان انسان قريب اليه بيحس فيه اكثر. كطاقم طبي نواجه الحالات بشكل يومي، رسالتنا للكل الالتزام يؤدي الى الانحسار والاستهتار يؤدي الى الانتشار. التزم بمسؤولية. بصيرة الإنسان وليس بصره هي المنارة اللي يستكشف من خلالها ويمارس حياته، لأن البصيرة والفكر والثقافة هي اللي تنور عقل الإنسان أكثر من بصره، وهذا اللي أثبتوها الكثير من إخواننا من ذوي العزيمة وخصوصاً المكفوفين. بالتأكيد فئة المكفوفين في البحرين كانوا ولا زالوا يحظون بالدعم الكبير والاهتمام، وأكبر مثال عندنا في البحرين هي جمعية الصداقة للمكفوفون. هذه الجمعية تأسست عام 1981 وحظت بدعم كبير من المسؤولين في المملكة. هذه الجمعية وفي ظل ظروف مكافحة كورونا اللي نعيشها في مملكة البحرين حظيت بدعم كبير من حملة في النخيل، نظرا لما في هذه الفئة طبعا إخواننا وأهلنا من مكانة كبيرة واهتمام ورعاية مستمرة. وعشان نتكلم أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا في الاستديو الأستاذ حسين سيد حيدر الحليبي رئيس جمعية الصداقة للمكفوفين، والسيد ميثم جمعة مدن رئيس العلاقات العامة والإعلام في الجمعية. يا هلا وسهلا فيكم ويا مرحبا فيكم معنا. مرحبا وأهلا. يا هلا ومرحبا. أهلا سهلا. يا هلا وسهلا فيكم أستاذ حسين. يعني في البداية لو حبينا نتكلم عن الجمعية، إلى أي مدى اليوم الجمعية تهتم بالمكفوفين وش اللي تقدمه لهم؟ بداية نتقدم بالثناء والتقدير لهيئة شؤون الإعلام، لهيئة شؤون الإذاعة والتلفزيون لاستضافتهم الكريمة لنا، وأيضا المشاركة معنا بالدور الكبير في توعية المجتمع لحقوق هذه الفئة الطموح، مساندة حقوقها من خلال توعية المجتمع، وأيضا الدور الكبير في تغطية نشاطات وإبداعات وطموحات ونجاحات هذه الفئة. لها أثر كبير على مدار 40 سنة من تأسيس الجمعية، وطبعا هذا الإشعاع الكبير اللي حصلت عليه الجمعية وفضل الله عز وجل، وهذه المساندة أولا يعني من قيادتنا الحكيمة. دائما احنا نحظى بهذا الدعم والرعاية والاهتمام، وأقدر أقول البحرين عموما لها مسباقية كبيرة جدا في دعم ورعاية هذه الفئة. نعم. بالنسبة للمؤسسة الملكية لخدمات لرعاية المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، لما صارت هذه الجائحة العالمية اللي تركت أثر كبير، أضرار صحية ونفسية واجتماعية واقتصادية، أثر يعني تركت أثر كبير على العالم، وبالتأكيد تركت أثر على ذوي الإعاقة، وهم دائما يعني هم في صدارة من يتعرضون لهذه الأمور، عندهم معاناة كبيرة طبيعة الظروف. أيضا لما جاءت هذه الجائحة العالمية بالتأكيد تركت أثر كبير. المؤسسة الملكية بيننا وبينها تعاون كبير من يعني من فترة، يعني من بداية تأسيس المؤسسة نفسها دائما في تواصل بيننا وبينهم ومساندة للجمعية، ومن خلال هذا التواصل تم احتضان هذه الفئة، وكانت لفتة إنسانية نبيلة لإخواننا وأخواتنا المكفوفين من خلال تقديم منحة مالية تعينهم في هذه الظروف الصعبة وكم فعلا تنقذهم في هالحالة. فعلا كانت حملة فينا خير اللي أطلق سمو الشيخ ناصر، وكانت بادرة خيرة تركت أثر كبير على المجتمع
وبالتأكيد ذوي الإعاقة يعني نالوا هذا الحق وهذا الدعم والمساندة من قبل هذه من قبل المؤسسة. طبعا احنا ما يعني مو شيء غريب على المؤسسة، ودائما حتى سمو الشيخ ناصر نفسه دائما داعم من خلال كلماته، من خلال التقاءاتنا الشخصية معه. أنا التقيت معه أكثر من مرة في البحرين طبعا، والتقيت معه في إيطاليا لما كان في برنامج هذه البحرين، وكان تسمعين منه كلمات داعمة مشجعة تبلسم الجرح فعلا. يعني هذا مو شيء غريب إن المؤسسة تبادر وتقدم هذه المساعدة لمجموعة 100 كفيف هم بأشد الحاجة طبيعة الظروف اللي صارت من خلال هذه من خلال وباء الكورونا. وفعلا بادرت المؤسسة وما تأخرت أبدا في مساندة أحبتنا ذوي الإعاقة، ويسجل لها هذا العمل الإنساني، اللفتة الإنسانية النبيلة أكيد راح تكون محفوظة في الذاكرة. نعم نعم بلا شك يعني فئة ذوي العزيمة، يعني احنا استاذ هيثم او استاذ ميثم عفوا يعني نستمد منكم روح الإصرار وروح العزيمة بلا شك. إذا تكلمنا عن هذه الجمعية فهي جمعية يعني تم تأسيسها سنة 81 ولا زالت مستمرة ونشاطها لم يتوقف. لو تحدثنا يعني استاذ ميثم عن الدعم المقدم للجمعية، ما هو أنواع الدعم الذي يقدم للجمعية وماذا تقدم الجمعية لمنتسبيها؟ طبعا جمعية صداقة المكفوفين هي الجمعية الأهلية الوحيدة في مملكة البحرين التي تعتني بالذوي الإعاقة البصرية في شتى مجالات الحياة. والجمعية طبعا ومنذ تأسيسها في 1981 كنا يمكن من رواد هذا المجال، مجال التطوعي الاجتماعي، ويمكن احنا من الأوائل الجمعيات في هذا المجال، خصوصا من بعد ما أسس مركز البحرين للحراك الدولي، وكان مجموعة من مؤسسي جمعية صداقة المكفوفين أعضاء في هذا المركز. الجمعية حظت بدعم كبير وشامل من قبل القيادة الرشيدة طبعا، وعلى رأسها المغفور له الأمير الراحل. وطبعا اليوم احنا عندنا مقر من سنة 90، وكانت الأرض هذه ممنوحة من قبل الأمير الراحل، والدعم دائما كان متواصل من قبل جلالة الملك المفدى، وخير ممثل له سمو الشيخ ناصر بن حمد ورئيس الوزراء طبعا وولي العهد الأمين. بس المؤسسات والوزارات في الدولة طبعا تدعمنا بالخدمات والدعم المالي، وأيضا في المانحين والداعمين والمتبرعين. يعني احنا جمعية صداقة لأن مواردنا المالية كلها تقريبا موارد تبرع من قبل أهل الخير. ف سألتني عن دور الجمعية وما تقدمه يمكن لأعضائها ومنتسبيها. طبعا احنا في جمعية صداقة المكفوفين عندنا رؤية اللي هي دعم ذوي الإعاقة البصرية في شتى مجالات الحياة، وهذه تتمثل شلون؟ يعني احنا ولما جو المؤسسين يشوفون شنو اللي محتاجه الكفيف، فكان من ضمن هذه الاحتياجات التدريب والتأهيل وتطوير القدرات والمهارات في الأنشطة الحياتية مثل النشاط الاجتماعي من زيارات وبعض الفعاليات، النشاط البدني ومتمثل في اللجنة الرياضية، وعندنا النشاط الثقافي من محاضرات ورش وتدريبية وتثقيفية، وعندنا طبعا لجنة المرأة والطفل التي تعتني بالمرأة والطفل الكفيف في جمعية صداقة المكفوفين. جميل، يعني في عندكم ما شاء الله الكثير من المجالات اليوم اللي ممكن الكفيف
يستطيع من خلاله أن يطور من مهاراته ويطور من قدراته. أنا بأخذ من كلامك يعني أستاذ ميثم وبرجع حق أستاذ حسين، إحنا تكلمنا قبل شوي عن حملة فينا خير وشلون ممكن هذه الحملة بما فيها من قيم، بما فيها من يعني أمور كثيرة اليوم شفناها في تعاون وتعاضد هل البحرين، بس لو بنتكلم في جانب المكفوفين تحديدا، فشلون اليوم حملة فينا خير ساعدت الأعضاء على أنهم يطورون من مهاراتهم ويطورون من أنفسهم؟ قبل لا أجيب على هالسؤال، في إضافة طبعا ميثم ما شاء الله فاض، في شغلة إحنا طبعا تعهدنا بذوي الإعاقة البصرية منذ الطفولة، من حتى ما قبل المدرسة، يعني عندنا من خلال روضة، هذه الروضة الجمعية 40 سنة مثل ما ذكرت لكم عمرها، بدأت في إضاءة الشمع 40، والروضة إضاءة الشمع 30. يعني الروضة كانت بعد تأسيس الجمعية بعشر سنوات، لما لاحظنا هذه الفئة، فئات المكفوفين ما قبل المدرسة، ما في جهة ترعاهم، يعني على عكس الأطفال اللي العاديين يحظون برياض أطفال، هذه الفئة ما كان في أحد يتعهدهم، فلذلك بادرت الجمعية في تأسيس هذه الروضة، والروضة مجانية ووفرت كل الإمكانات لتعليمهم المهارات الحركية والإدراكية، واستعانت بخبراء من أمريكا ومن الأردن ومن غيرها، حاولنا تطوير الكادر التعليمي بالتعاون مع أسر الأطفال لتعليمهم المهارات بالصورة عالمية متفق عليها متعارف عليها، وهذا فعلا كان رغم الإمكانات المحدودة للجمعية مثل ما ذكر ميثم، إني فعلا إحنا نعتمد على موارد التبرع، لكن الحمد لله الفترة الأخيرة قبل سنوات، يعني كذا يمكن حوالي 6-7 سنوات، بادرت الوزارة إلى دعم الجمعية، دعم هذه الروضة. طبعا الروضة تقدم هذه الخدمة مجانا، ومثل إحنا سائر الخدمات اللي تقدمها الجمعية للأعضاء مجانا، سواء كان خدمات ثقافية أو اجتماعية أو رياضية، دائما يعني الرياضية مثلا بالتعاون مع الاتحاد البحريني لرياضة المعاقين، وأيضا مع في المرأة التعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، اللي فعلا نحظى بدعم كبير منه من صاحبة السمو، ما تنسى أبدا ولا ينسى دعمهم، لأن بالإضافة طبعا لوزارة التربية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الداعم الأساسي بعد للجمعية. بالنسبة لحملة فينا خير، طبعا تركت أثر كبير جدا على عوائل، على المكفوفين عوائلهم، مثل ما قلت لكم إني صارت هذه المساحة في وقت في أصعب الظروف، ظروف صعبة فيهم عندهم معاناة، طبعا المعاناة عاناها الكثير، فما بالك ذوي الإعاقة. فالحمد لله يعني هذه جت بادرة طيبة من المؤسسة ومن صاحب من سمو الشيخ ناصر، احنا في هالمجال هذا، في هالنقطة هذه، يعني باسم الجمعية الصداقة للمكفوفين نتقدم بجزيل الثناء والعرفان للرئيس الفخري للمؤسسة جلالة الملك المفدى حفظه الله. جلالة الملك طبعا انا شخصيا سمعت منه كلمات كثيرة داعمة لذوي الإعاقة، يعني في عدة لقاءات كان يضع ايده على كتفي قدام الجماعة ويقول هذا من رجال الهمم، من ذوي العزيمة، دائما نسمع الكلمات المحفزة فعلا. وأيضا ما ننسى بعد مثل ما قلت بالنسبة للمؤسسة سمو الشيخ ناصر على هذه البادرة حملة فينا خير، وأيضا ما ننسى الأخ العزيز الدكتور مصطفى السيد، من خلال تواصل الشخصي بيني وبينه، تواصل الشخصي المستمر والكلمات دائما الداعمة والمساندة، وفيها لمسات محبة دائما أسمعها منه، وتأكيد ليس لشخص حسين الحليبي فقط، وإنما بمن مع حسين الحليبي من ذوي الإعاقة البصرية أحبتنا كلهم. نعم. فعلا نحن نحظى بمحبة واهتمام كبير من المؤسسة، وتقديرنا أيضا لكل المسؤولين بالمؤسسة اللي تعاونوا معنا لتحقيق هذا الغرض، لتقديم هذا الدعم المساند لذوي الإعاقة. هذا إيمانا أستاذ يعني حسين، هذا إيمانا بدوركم وأهمية دوركم في رفض العملية التنموية في مملكة البحرين. السيد حسين وأخي العزيز ميثم، إحنا مستمرين معاكم ولا زالت لدينا العديد من الأسئلة، لكن بعد ما نتوقف مع مشاهدينا الكرام
مع هذا التقرير واللي راح يستعرض أبرز أهداف جمعية الصداقة للمكفوفين، وراجعين لاستكمال حديثنا مع ضيوفنا الكرام. نتابع. مستمرين معكم مشاهدينا ومع ضيوفنا الأعزاء في الاستديو. أستاذ حسين، يعني لو رجعنا نتكلم عن الجمعية ونتكلم عن الأنشطة اللي تقدمها الجمعية للأعضاء وللمنتسبين للجمعية، فش نقدر نقول؟ طبعا مثل ما قلنا أن الجمعية الصداقة متأسسة سنة 81، 40 سنة طبعا تقدم دعم مؤازرة إلى الدولة، يعني تقوم بجزء من مسؤوليات الدولة من خلالها كجمعية تطوعية. خدمات مثل ما شرنا في وجود الروضة، تقديم الخدمة إلى الأطفال ما قبل الروضة من خلال أنشطة الجمعية، توفر المواصلات للأعضاء من للمشاركة في المشاركة في الأنشطة من بيوتهم من مختلف أنحاء البحرين طبعا، في لتقديم هذه الخدمة إتاحة الفرصة للمشاركة في الأنشطة والبرامج المحلية والدولية. البحرين الجمعية عضو مشارك في تأسيس الاتحاد العالمي، في إعادة تأسيس الاتحاد العالمي، وفي إعادة تأسيس الاتحاد الآسيوي سنة 2001، وأيضا في تأسيس الاتحاد العربي للمكفوفين سنة 2007. وهي الجمعية طبعا تتشرف بتمثيل المملكة في هذه المحافل، وأيضا إتاحة الفرصة لدولي إعاقة البصرية للمشاركة في هذه البرامج والأنشطة الدولية للتأكيد دائما إعطاء الصورة المشرقة لما يحظى به أحبتنا دولي إعاقة البصرية في البحرين، التأكيد على هذا من خلال المؤتمرات والورش العمل والأنشطة الدولية دائما، وبالإضافة إلى طبعا الأنشطة المحلية. إحنا نشجع الأطفال، نشجع الأعضاء على التأهيل، على الحصول على الوظيفة، ساند الأعضاء في الحصول على الوظيفة من خلال التواصل مع الجهات المسؤولة، محاولة للحصول على موافقتها وتوظيف ذوي الإعاقة البصرية. أيضا في موضوع السكن، التواصل مع وزارة الإسكان، التواصل مع كل الجهات المسؤولة، التعليم، تشجيع على التعليم، في خدمات كثيرة ما أعتقد الوقت يعني تسع لذكرها على مدار عطاء على مدار 40 سنة. الحمد لله رب العالمين أسهمت وأسدت الكثير من الخدمات لذوي الإعاقة. نعم أستاذ حسين، يعني وأنا أرجع لأستاذ ميثم، تحدث الأستاذ حسين عن الخدمات المقدمة وعن الدور البارز للجمعية على المستوى الدولي، ولكن اليوم لو سألتك أستاذ ميثم ما هو طموحكم في الجمعية سواء من ناحية الدعم المقدم لكم، وكذلك أيضا ما هو طموحكم لتطوير عمل الجمعية؟ يعني في بداية الأمر طموح
جمعية صداقة المكفوفين، أن المكفوفين جميعا يكونون ممكنين في الدولة، سواء بتقلد مناصب قيادية أو أن هم يديرون يعني بعض الأعمال التجارية الخاصة فيهم، وأن يكون عندهم الرزق الوافر. احنا في جمعية صداقة المكفوفين نحاول دائما أن نوفر لهم هذا التدريب والتأهيل، بحيث أن نصقل مهاراتهم في بكرة يكونون قادرين على الاختراط في المجتمع المدني. فنحن أصحاب الإعاقة البصرية عندنا يمكن مشكلة بصرية رقية، بس لكن عندنا بعد الأجهزة البديلة والبرامج اللي تأهلنا نكون قادرين بممارسة أعمال تحتاج إلى يمكن نظر، ولكن بمساعدة هذه الأجهزة والبرامج ممكن نحن نقوم فيها. فنطمح إن شاء الله أن بكرة كل كفيف يكون مؤهل وقادر أن هو يكون شيء كبير في المجتمع البحريني. وطبعا الدعم ما شاء الله غير محدود، يعني أنا أقدر أقول من قبل الدولة في بعض الأشياء اللي احنا يعني نتمنى أن تكون موفرة بشكل أكبر، خصوصا الأجهزة والبرامج، لأن هذه الأجهزة والبرامج مكلفة، يعني مكلفة بشكل كبير على الكفيف. فإذا تم توفيرها الكفيف بيكون قادر ومؤهل. اليوم مع الجائحة، جائحة كورونا، الكفيفين مجموعة منهم من اللي شملتهم هذه الرعاية من قبل المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية كان عندهم قوت يومي بشكل يومي. فجات هذه البادرة والدعم المالي فعلا في وقتها بالنسبة لهم. يعني أنا الصدى اللي لقيته من الأعضاء بعد التواصل معهم والتأكد من استلام المنحة المالية، كانوا كلهم يعني في فرحة عارمة ما أقدر أوصفها لكم، شلون يعني فرحانين وسعيدين إن هذه المنحة المالية جات في وقتها وساعدتهم على إنهم يتجاوزون هذه المحنة الاقتصادية. نعم، يعني إحنا دائما نقول إن إحنا في بلد الخير، وأيادي الخير ممتدة، الأيادي البيضاء البحرينية ممتدة على طول لمساعدة الجميع. فيعني أستاذ حسين، يمكن إحنا قبل ما نطلع على الهواء دردشنا شوية مع بسام وقلنا إن يعني في شيء أنت هدية راح تهدي البرنامج، وراح يكون شيء حصري سويته بمناسب، أو يعني خلينا نقول في ظل ظروف اللي هو الكورونا في هذا الوضع الاستثنائي، قصيدة شعرية مخصصة لبرنامج مجتمع واعي. ولا اسمح لي ذي قبل كل شيء أنا ما أنسى شخصية كبيرة داعمة للجمعية من تأسيسها بالتشجيع المعنوي، التشجيع المادي، تشجيع صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان، فعلا كان دائما نسمع منه أيضا كلمات التأييد والتشجيع والمساندة، ما ننسى الله يطول عمره ويحفظه. يعني أنا شخصيا ألتقي معه، حتى كان لما كان في الديوان يجلس أنا أروح أمر عليه هناك، وكنت أستمع لهذه الكلمات المساندة دائما. هذه أولا. بالنسبة لل إحنا في زمن الكورونا كان عندنا الأنشطة الجمعية، طبعا في أنشطة قبل لا أدخل في الشغل السؤال سألتينا، كان في يعني عندنا أنشطة طوال شهر رمضان، كان عندنا أمسيات رمضانية، كان في مسابقات، رغم الكورونا تحديناها وفعلا واصلنا نشاطاتنا الجمعية بتعلمة دائما على الأنشطة. جمعية الصداقة ما تعرف الاستراحة، الأنشطة معروفة فيها جنون جنون أنشطة إن صح التعبير. يعطيكم العافية. لذلك زمن الكورونا ما قدر يوقفها. صحيح. ومع ذلك بعد في شغلة على المستوى العالمي، إحنا باعتباري مسؤول الإعلام بالاتحاد العربي للمكفوفين وعضو في اللجنة التحضيرية لمهرجان الشعر العربي الأول لذوي الإعاقة البصرية عن طريق التواصل،
هذا المهرجان كان أربع ليالي ثلاث ليالي للشعراء وليلة واحدة حق اللعن مخواطر آخر ليلة. كان مهرجان كبير شارك فيه حوالي 34 شاعر بالإضافة ما يقارب 16 يعني ناشئ. كان يعني طلبوا مني قصيدة وأنا عملت القصيدة على بعنوان على ضفاف المحبة. من ضمن أبياتها من ضمن أبياتها الشراء، طبعا القصيدة طويلة بس أنا عشان اختصار الوقت، شراع العزم مثل الطود يعلو على أمواجه لن يستكينا، فما الأحلام تبسم دون سعي دؤوب يقهر الصعب المكينا، فمنا تشهد الهمات دأبا لنمضي بالإرادة موقنين، وجائحة أتت تختال هزوا على الأعناق ترزي الآمنين، وراحت تحصد الأرواح شجوا ومن كأس الأسى تسقي المنون، بلاء ليس يجلى دون وعي وإيثار يجل المخلصين، وقلب خافق يدعو ابتهالا رحيما ينقذ الدنيا معينا، وننشد للحياة مع التحدي جنان نابض يردي الكورونا، على أنف الدجى نمضي ثباتا نتوق إلى الفجر، على أنف الدجى نمضي ثباتا نتوق ننشد الفجر المبين، بتوق ننشد الفجر المبين، على أنف الدجى نمضي ثباتا بتوق ننشد الفجر المبين، غرسنا من سواعدنا بدورا جناها للعروبة حاصدين، وللأوطان عشق قد تنامى كروض ناظر قر العيون. احنا دائما ننشد للبحرين دائما في شعرنا وفي كذا، لي بعض من الشعر العامي في البحرين دائما اعتز بها كبلد، يعني بالدعم اللي حظينا كجمعية من قيادتنا الحكيمة، ومن هذا يوجبنا وبلدنا اللي شملتنا برعايتها ومحبتها. دائما أنا لما أكتب الشعر أكتب بلسان أحبتي دولي عاقة، أقول لباني العشق رواني وعلمني الوفا لوين، أشوفك موطني الغالي بقلبي لو تغيب العين، أنت كعبة أحلامي تراودني مدى السنين، وانت الدانة الحلوة على صدر البحر كل حين، ربتنا مراضعنا على حبك يا بحرين، ودي ألسن ترابك وازرع للعشق غصنين، غصن محمد معطر وغصن بريحة الياسمين، تذرون القلب ينبض على مر العمر بحرين، ما عدنا سوى البحرين تسكن في حنايانا، تعانقها مشاعرنا تحضنها قضايانا، محلاها عروس البحر تبصرها مرايانا، نجليها بمحبتنا أهازيج بثنايانا، لجل عين الوطن تبسم إرادتنا، لجل عين الوطن تبسم إرادتنا. بالمناسبة أنا كتبت أكثر من 20 سنة كنت أكتب قصائد للعيد الوطني ما شاء الله، وتلحن وموضوعة عندكم في التلفزيون، بس عن طريق المعهد السعودي، كان معهد النور للخليج العربي سابقا، نعم. بعدين المعهد السعودي البحريني للمكوفين كنت اكتب القصائد ويغنونها ينشدونها طلاب المعهد، نعم، وتلحنها كفيفه ويغنونها مكوفين، نعم. كل سنه في العيد الوطني كان لي قصيده. ما شاء الله عليك استاذ 20 حسين، 20 سنه تقريبا. الله يعطيك الصحه والعافيه استاذ حسين، وهذا يعني شرف لنا، هذا وسام شرف وطننا عزيز علينا، ودائما احنا في جمعية الصداقة المكوفين يعني سواعدنا كلها لهذا الوطن العزيز. نعم احنا بالعكس يعني استاذ حسين استمتعنا جدا بكل كلمة
اليوم احنا سمعناها في حب الوطن، لان بالفعل يعني حب الوطن مزروع فينا كلنا، وما حد يختلف على حبنا للبحرين، وفعلا يعني البحرين هي امنا وهي ديارنا. بالفعل يعني كلمات معبره وشجيه سمعناها منك استاذ حسين، واحنا متاكد احنا راح نبحث عن الاغاني الوطنيه اللي كتبتها، وراح يعني نشوفها ونرد نسمعها مره ثانيه. نعم ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. استاذ حسين يعني انا طبعا نشكرك على هذه القصائد، لكن قبل لا نختم معاكم انا بدي يعني انتقل لاخوي ميثم، يعني هل من كلمه حاب انك توجهها في ختام هذا اللقاء، توجهها سواء للمجتمع البحريني او كذلك للكوادر الطبيه؟ اول شيء كلمه شكر يعني وبكل اعتزاز للكوادر الطبيه، وفي يعني وبشكل اول لفريق البحرين برئاسه صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ولي العهد الامين، وجميع منتسبي فريق البحرين والطاقم الطبي. وحاب يمكن اوجه كلمه بسيطه للمجتمع، ان الفريق يعني فريق البحرين لمكافحة جائحة كورونا يبذل قصار جهده في مكافحة هذا الوباء. طبعا كل الإجراءات الاحترازية اللي يوصف فيها هي جات من أجل الحد من انتشار هذا الوباء، فأتمنى من الجميع الالتزام ورفع حس المسؤولية، لأن كثر ما التزمنا إن شاء الله الدنيا راح ترجع بخير، والله إن شاء الله يفكنا من هالجائحة بسرعة. الله نبدأ في مطاعم نبي ترجع حياتنا مثل الأول. راح ترجع إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. مثل ما قال الأخ ميثم إحنا نشد على أيدي الطاقم الطبي وكل مساندهم فعلا، لان هذا موقف انساني نبيل يستحقهم منا كل التقدير بالتاكيد. وايضا احنا ما ننسى كجمعيه ايضا نجدد شكرنا وتقديرنا لكل الجهات الداعمه وفي الاساس القياده الحكيمه، وعندنا مؤسسات الكثير من مؤسسات المجتمع المدني، شركات، مؤسسات هي مسانده للجمعيه، بالاضافه الى وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه والمجلس الاعلى للمراه. كل هذه الجهات الداعمه تستحق منا كل التقدير، وليتأكد الجميع بأن المعاقين يعني كالباقي البشر، ويمكن أكثر من هالناحية ما ينسون الجميل الأفضال، ما ينسون لا أفضال الوطن ولا أفضال من يساندهم دائما يتغنون بها ويشكرون فيها. وإن شاء الله نتمنى أن هذا البلد العزيز اللي له مسبقية كبيرة في خدمة أحبتنا ذوي الإعاقة أن أيضا ان شاء الله تتوسع هذا الدعم وهذا هذه المسانده لتحقيق طموحات احبتنا، سواء كان في الوظيفه الملائمه وفي اكمال الدراسه. فعلا وزاره التربيه والتعليم ما تنسى اتاحت الفرصه لكل المعاقين مهما كان مجموعهم خريجين ثانويه يحصلون على بعثه، وهذه سابقه ما اعتقد موجوده في دول يمكن ربما قليل جدا، يعني سابقة ممتازة. هذه بفضل جهودكم أستاذ حسين، بفضل جهودكم المستمرة، وأنت وكذلك أستاذ ميثم والأخوة أعضاء مجلس إدارة الجمعية أيضا لكم جهود، وأنتم تقومون بهذا العمل يعني التطوعي والكبير. يعني أعتقد بأن يعني رقية يعني اليوم يعني آنسونا بهذه القعدة وبهذه الأمسية الجميلة. مو بس آنسونا بسام، يعني إحنا دائما إحنا نقول إن البحرين احنا يعني يمكن ذكرناها بس بنرد نكررها، لان هذه فعلا هذه البحرين وهذه عوايدها للبحرين. ما في اليوم مؤسسه، ما في اليوم وزاره، ما في اليوم اي جهه يعني في عمل الخير راح نشوفها تتردد في مد يد العون لاخواننا لاشقائنا لكل من اليوم يحتاج الى وقفه. فاحنا جدا فخورين يعني فيكم، وجدا فخورين بالاعمال الجمعيه وبجميع الانشطه اللي قمتوا فيها خلال هذه المسيره الطويله، واللي طبعا ما عرفتوا فيها أو ما خليتوا للمستحيل مكان، فيعطيكم ألف عافية، وأنتم فعلا من أصحاب الهمم وأصحاب العزيمة وأصحاب التحدي، يعطيكم ألف عافية. أستاذ حسين سيد حيدر الحليبي رئيس جمعية الصداقة للمكفوفين، والأستاذ ميثم جمعة مدن رئيس العلاقات العامة والإعلام في الجمعية، شكرا جزيلا لكم ولوجودكم معنا في الاستديو. شكرا لكم. شكرا. شكرا. احنا مواصلين معاكم مشاهدينا، ولكن من بعد هذه الفاصل.
تجنبوا مخالطة الآخرين، يعني لازم تكونون معزولين في البيت في غرفة بروحكم. هاي أنا يا مبهنة الله يحفظك، احنا ما اتفقنا، الحجر المنزلي يعني حجر صدق بروحك في الحجرة، وما كل شوية كل من داش عليك هاي ما يصير، خاصة يا هال بنتك هذه، يعني فكرتي ممكن تعادينها الله يحفظك، مو بزين، وإذا كلش كلش مضطرة من بعيد حطي كمامة وخلي حد يفهمها، ترى نايلة مريضة هالأيام، ما احتاج أحد يشوفها. أبو سعود وينك؟ عيست وأنا نطرك؟ وايد تأخرت؟ أبو سعود ترى العشاء بارز وأنا مضطرقع من اليوة، خف روحك. شلون انت حيحطونك في الحجر؟ يقول لك قاعد بروحك وما تروح حق الأوادب، تروح تجيبهم عندك في البيت، قلبته ما يلس. لا الله يحفظك، الحجر يعني أنت بروحك في الحجرة، ما تعاشر ما تخالط الأوادم ولا شخالتها الحجر ذي، بروحك تذكر الله يسلمك. الحمد لله خلصت أكلي. أهم شي في الحجر المنزلي تتأكد أنك تأكل في صحن بروحك، وتغسل صحنك بنفسك، وتحرص أن ما حد يأكل من الصحن اللي أكلت منه. سمعتني؟ لازم تتأكدون أن الشراشف والمناشف اللي تستعملونها تكون استخدام شخصي، ما حد يستخدمها غيركم. ولازم تعرفون أن استخدام دورات المياه الله يعزكم لازم يكون استخدام خاص بك، يعني ما حد يستخدمها غيرك، وإذا كان لابد من المشاركة في استخدام دورة المياه خليك آخر واحد في استخدامه علشان سلامتك وسلامة غيرك. لا يبون بهاللون الله يحفظك، من أهم طرق انتشار العدوى هو الإعطاس والكحة، وإذا عطست وكحيت حطك الكلينكس مو تقطة كذي هدد هاللون، حطه في سلة المهملات الله يسلمك تخلص منه بطريقة صحيحة. روح اغسل يدك وعقمها مثل ما بتشوفها الحين. لا تنسون تعقمون الأسطح اللي تلامسونها مرتين إلى ثلاث مرات يومياً، ومثل ما قال الدكتور لا تنسون تلبسون الكمامات والقفازات. إذا ظهرت عليكم أعراض حرارة أو كحة اتصلوا على الخط الساخن 444 علشان تأخذون الرعاية اللازمة لسلامتكم وسلامة الآخرين. نرجو منكم اتخاذ هاي الإجراءات البسيطة أثناء الحجر المنزلي، وما عليكم للعافية إن شاء الله. كلنا معا ضد فيروس الكورونا، كلنا فريق البحرين. مستمرين معكم مشاهدينا، تلعب صحافتنا المحلية دور كبير وبارز في زيادة الوعي وارتقاء المجتمع وتثقيف انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية، وجهود الصحفيين وكتاب الرأي والأعمدة واضحة في تسليط الضوء على مختلف القضايا والمواضيع اللي تهم المواطنين والمقيمين من خلال ما تنشر عبر صفحاتها المطبوعة ومنصات التواصل الاجتماعي. واليوم فريق الأعداد اختار لنا أحد المقالات بصحيفة الوطن بقلم الكاتبة الصحفية هيفاء عدوان بعنوان أضحى آمن حتى لا نكرر سيناريو عيد الفطر. خلينا نتابع بعض ما ذكر في هذا المقال وراجعين لكم.
بعد أيام يحل علينا عيد الأضحى المبارك، والذي يتزامن مع تواصل الظروف الاستثنائية التي خلقتها جائحة كورونا وما فرضته من إجراءات احترازية ستحرمنا ما تعودنا عليه كل عيد من لمات العائلة والأهل والأصدقاء، وتجنباً لتكرار سيناريو عيد الفطر وما رافقته من الارتفاع الكبير في عدد الإصابات، علق الفريق الطبي للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19 جرس الإنذار محذراً من التهاون بالاحترازات والالتزام بالقرارات الصادرة من الجهات المعنية، والتي يأتي على رأسها ضرورة الامتناع عن التجمعات العائلية والخروج لغير الضرورة، وأهمية ارتداء الكمام والالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي لنكون فعلا مجتمعا واعيا ومسؤولا. وحتى لا نكون سببا في هدر جهود فريق البحرين، علينا مسؤولية مجتمعية ووطنية بالالتزام التام بما يصدر من تعليمات وإجراءات، وألا نسمح لقلة مستهترة أن تحدد مسيرتنا ومصيرنا وتتركنا في براثن الخوف والقلق كما حدث في عيد الفطر الماضي. ومع اقتراب فتح بعض الأنشطة التجارية خصوصا الصالات الرياضية وبرك السباحة، وهي أماكن تجمع واختلاط لمجموعات كبيرة من الأشخاص، تتضاعف المسؤولية على الجميع بما سيتم الإعلان عنه من إجراءات صحية، إلى جانب أهمية التزام أصحاب الصالات بتوفير كافة الوسائل الضرورية لحماية المرتادين وتطبيق إجراءات السلامة العامة. كلنا في هذا الوطن مواطنين ومقيمين مدعوون لنكون جزء من جهود فريق البحرين، والذي يقوده سمو ولي العهد بكل حنكة واقتدار، لنتجاوز هذه المحنة بأقل الخسائر، ولنثبت للعالم كله أن في البحرين مجتمعا واعيا ومسؤولا فعلا وقولا. مشاهدينا، ننتقل معكم إلى بسامة اللي راح يستعرض معنا آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا في مملكة البحرين. تفضل بسامة. شكرا أرقية. نعم مشاهدينا، راح نستعرض معكم آخر إحصائيات وزارة الصحة حتى اليوم 28 يوليو 2020. أجرت مملكة البحرين لحد اليوم أكثر من 798 ألف فحص، وهي النسبة اللي تتفوق بها البحرين على أكثر دول العالم تأثرا بالفيروس على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة بعدد السكان. بلغت الحالات القائمة 3231 حالة حتى اليوم، ووضع الحالات المستقرة منها ولله الحمد يبلغ 3187 حالة، فيما يبقى 44 شخص تحت العناية اللي نتمنى لهم الشفاء العاجل يا رب العالمين. أما الحالات القائمة اللي تتلقى العلاج تبلغ 74 حالة، أما المتعافون فيبلغون 36110 متعافين، أما الوفيات 141 وفية حتى اليوم، نسأل لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان. يعني حصيلة حالات اليوم في مملكة البحرين رصد 351 حالة جديدة بفيروس كورونا، منها 193 حالة لعمالة وافدة و154 حالة لمخالطين، وأربع حالات قادمة من الخارج، وتعافي 421 حالة. هذه كانت آخر إحصائيات وزارة الصحة حتى اليوم الثلاثة، هذه كل اللي عندي، وعودة لك أرقية. شكرا بسام، يعطيك العافية. الله يحفظ البحرين ويحفظ أهلها، وديم دائما علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى أيده الله ورعاه.
مشاهدينا، البحرين ولله الحمد قطعت شوط كبير في مواجهة تحدي انتشار فيروس كورونا، وهالمرحلة تتطلب منا كلنا أن احنا نواصل بعزم بالالتزام بكافة القرارات والإجراءات الاحترازية عشان نتجاوز كلنا هذه الجائحة وآثارها، نحمي أنفسنا ونحمي أهلنا ومجتمعنا. بالتأكيد أرقي، يعني شفنا يعني في الأيام الماضية انخفاض الملحوظ في عدد الحالات المصابة، ولله الحمد هاي بفضل جهود طبعا الفريق الطبي، واحنا مقبلين على مناسبة سعيدة، مناسبة عيد الأضحى المبارك. نؤكد دائما على فرحتنا بهذه المناسبة بحدود العائلة الصغيرة الساكنة في نفس المنزل، والتهنئة لأهلنا وأصدقائنا يكون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر الاتصال المرئي، ونتجنب قد ما نقدر العادات اللي أدت إلى ارتفاع أعداد الإصابات بعيد الفطر وأواخر شهر رمضان اللي طاف، وهذا كان طبعا نتيجة التجمعات والزيارات. نبي فرحتنا نكملها يعني مع كوادرنا العاملين في الصفوف الأمامية بعدم الزيارة أو بعدم الزيادة في الأعداد الإصابات، وتجاوزنا لهذه الجائحة. وصلنا معكم مشاهدين الكرام لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، نلتقيكم باكر في حلقة جديدة من برنامجكم مجتمع واعي مع الزملاء فواز ولولوة. في أمان الله، مع السلامة.